ينعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية في سياق جديد، أولا بعد الحوار الوطني الحوار الداخلي الحمد لله الذي أفرز عن نجاح متميز، وذلك بفضل القوة التنظيمية الفكرية مرجعية الحزب، بحيث أن استطاع أن يعطي انطلاقة متجددة للحزب لكي يقوم بأدواره الطلائعية في واحد السياق وطني ديال بلادنا اللي الحمد لله أيضا نحتاج إلى حزب وأحزاب سياسية تقوم بالوظيفة التأطيرية بالوظيفة الوساطة من أجل أيضا أن نقوم في الإطار الوظيفي للأحزاب بانطلاقة متجددة لبلادنا كيف ما درناها الحمد لله كما مر في يعني في العشرين سنة الخادية. اليوم غادي أيضا ستعرض المعروض على جدول الأعمال مجموعة من النقط من بينها التعبئة الداخلية، من بينها أيضا بعض الامور المتعلقه بالجانب التنظيمي الجانب الوظيفي، نقاش عام حول الادوار الوظائفيه لحزب العداله والتنميه في هذا السياق الوطني الذي نعلمه نحن معبئين لكي نساهم فيه كحزب الحمد لله يكون لنا الى جانب كل الكفاءات ديال الوطن الادوار الطلائعيه اللي ممكن تكون في هذه الفتره الزمنيه وفي هذا السياق السياسي اللي كتعيشوا فيه.